هو يعتبر القلق والهلع من الامراض العصبيه بشكل عام. نعم. بس القلق اضطراب ثاني بروحه يختلف عليه الهلع، لان عاده هو القلق هو نسبه عاليه جدا من التوتر من التوتر. نعم. واحيانا القلق فاحيانا يكون ايجابي، في بعض الاحيان يكون ايجابي، واذا اعاق الحياه العمليه يكون سلبي. كيف يكون ايجابي وكيف يكون سلبي؟ يعني مثلا اذا كان الشخص عنده قلق الامتحان، لما كل ما يقرب الامتحان يبدا جهد اكثر ويقرا اكثر ويحاول يفكر في الامتحان، لدرجه انه سني لما يجي وقت الامتحان يحدث عنده ايضا مرتبطه باضطرابات جسميه. يعني يحدث عنده مثلا يشعر انه نسي كل شيء، زياده في ضربات القلب، اضطرابات في المعده، لكن لما يخش الامتحان ياخذ الورقه خلاص ينتهي القلق. يرجع الى حالته الطبيعيه. مجرد ما ياخذ ورقه الامتحان ينتهي القلق كله ويرجع الى حالته الطبيعيه ويبدا يجاوب. نعم. يتذكر كل شيء. اذا القلق ينتهي بانتهاء المشكله او الموقف نفسه، على عكس الهلع اللي ياتي عن طريق نوبات متقاطعه. بالضبط، ينتهي خلاص. ماليش موش عارف ما ايه نوبات متقطعه مش عارفها ليش جاتها. تمام. فالقلق هنا القلق نوع منه، في نوع ايجابي، في نوع من القلق ايجابي. ما دام ما عاقش الحياه بالعمليه بشكل كبير فيعتبر ايجابي، يعني محرك لدافع. يعني الشخص اللي يشعر بالقلق هدايا قري وبدل جهد طبيعي. لكن في شخص اللي ما عدلش على الامتحان وما سمعاش بكل، ما عندهاش قلق بكل، وخش على الماده حتى الشيت ما عندهاش هدايا، شوف ما عندهاش قلق هدايا، نقول هذا الشخص هو الصحيح وهذاك هو الشخص اللي يعاني من مشكلة. نكمل لك إجابة القلق. لكن إذا كان مش نوضح الفكرة كذا، لكن إذا كان القلق عالي عاقل الحياة العملية، شنو معنى كلمة العاقل الحياة العملية؟ يعني القلق نسبة القلق عالية، حدث له نوبة إغماء ما قدرش يخش امتحان، ما قدرش، أصبح هنا القلق مرضي بحاجة إلى علاج، هنا أعاق الحياة العملية، يصبح سلبي. فهذا يصبح هنا القلق مرضي يعني.